ولا شك بأنه المهرجان الماضي واجهنا شوية صعوبات وقعنا بشوية مطبات وصار عنا أخطاء وعثرات كتيرة، ونحن معترفين بهالشي ما ننكر أبدا، بس الحمد لله نفدنا ومرق المهرجان على خير. ربكم بعد اسمه كان ينفذنا كل مرة مثل الشعرة من العجين، بس المثل بيقول مو كل مرة بتسلم الجرة، ويا خوفي السنة تنطبش الجرة فوق راسنا. معك ها أستاذ مسؤول، يعني بالحقيقة نحن لازم نستفيد من أخطائنا وعثراتنا الماضية، وخصوصي بحفل الافتتاح. ليش شو كانت ملاحظاتكم على حفل الافتتاح؟ أولاً لازم نحط باعتبارنا أنه هذا افتتاح مهرجان سينمائي، يعني الحضور لازم يكونوا سينمائيين وفنانين والضيوف بس. بصراحة بتصور هالشي صعب شوي، لأنه ما فينا أبداً نتجاهل الفعاليات الموجودة بالبلد. يعني مثلاً ما فينا ما نبعث 100 كرت لاتحاد المؤسسات المتحدة، لأنه بالمقابل الجماعة مو مصري معنا أبداً. يعني كل ما صار عندهم احتفال، مهرجان، مؤتمر، بيبعثوا لنا البطاقات أول ناس. بعدين جمعية النساء السائرات، هدول متعودين كل مهرجان يبعثوا لنا 20 عضوة لحضور حفل الافتتاح. هذا طبعاً ما عدا اتحاد الرياضة، نقابة الحلاقين، جمعية البر، مؤسسة تراكتورات المدينة. هدول ما اختلفنا عليهم أستاذ، يعني الصالة كبيرة وبتستوعب 3000 مدعو. صحيح، ورغم هالشي ما عم تكفي، لأنه نحن عم نوزع 10,000 بطاقة، يعني قد عدد الكراسي بثلاث مرات. طيب شو الحل برأيكم؟ أنا برأيي هالسنة نختصر ونعمل البطاقات على عدد الكراسي. والله شي بحير، مين بدنا نختصر لكان؟ أعضاء السلك الدبلوماسي مثلاً؟ أستاذ سلامة عرفك، الدبلوماسيين أول ناس لازم يحضروا لأنهم بيعملوا برستيج للمهرجان. مين بدنا نختصر لكان؟ الصحفيين والفنانين؟ أعوذ بالله، هدول من أهل البيت، معقول لازم يكونوا موجودين؟ طيب مين لكان؟ جماعة الفن السابع ودور اللهو؟ أعوذ بالله أستاذ، كل شيء إلا هدول. هدول لازم نحجز لهم صف كامل لأنهم عم يدفعوا رسوم وضرائب وريع مذهل لنقابتنا. أصبح ما ضل عنا غير فرع مراقبة المؤتمرات والمهرجانات والتجمعات البشرية. كمان هدول ما فينا نختصرهم، لأنه مراقبة المهرجان وفعالياته من ضمن اختصاصه. لكان على الحالة ما فينا نختصر حدا أبداً، يعني مضطرين نوزع 10,000 بطاقة ونحن عم نضحك ونلعب. المصيبة إنه الكراسي ما بتكفي. على كل حال نحن بنعمل واجبنا وبنوزع البطاقات، وكل واحد منهم بيدبر راسه. يصطفلوا، يلي بيجي بكير بيقعد واللي بيتأخر بتروح من كيسه، مو هيك أنسة مديحة؟ هذا أحسن حل، وبهالصورة ما حدا بيعتب علينا. بس أنا اللي مستغربه، شلون بحفلة توزيع جوائز الأوسكار ما بيصير عندهم فوضى مثل عنا؟ سيدي اسمعوا سطيح، بيصير عندهم أكثر من هيك، بس هنن بيغطوا على بعض، ما بينشروا غسيلهم الوسخ على صفحات الجرائد مثل ما بنعمل نحنا. طبعا، يعني معقولة ما تضيع الطاسة بمهرجان عالمي مثل الأوسكار وتضيع عنا بس؟ إيه لا مو معقول ابنه، بدها تضيع ما في كلام، بدها تضيع إجباري. ألو نعم، أهلين أخت وصال. أهلين، الحمد لله. كيف؟ طبعا حاسبين حسابكم، يعني معقولة ننسى جمعية النساء السائرات؟ شلون ما وصل شي؟ أنا بإيدي بعدت لكم 20 بطاقة مع الأخت اعتماد. شلون؟ الأخت اعتمادنا هو لاعتمادها؟ ومين الأخت المسؤولة هلأ عن العلاقات العامة؟ أيوة الأخت انتصار. أيوة الجمعية انفصلت وصارت جمعيتين. لا دا صدقيني ما عنا خبر. لا ملحوقة، انتي بعتيلي الأخت انتصار وأنا بدارك الموضوع ولا يهمك. أهلين، الله معك، مع السلامة. شو أستاذ زمر، بيلحق معك الفيلم للمهرجان؟ إن شاء الله بيلحق، عم نشتغل ليل نهار بالمكساج. أوعك ها، مو حلو أبداً يكون مهرجان بأرضنا وبين جمهورنا وما يكون عنا فيلم نشارك فيه. هو طالما نزلتوا فيلمي بآخر يوم بالمسابقة معناتها بيلحق، وإن شاء الله راح يكون مفاجأة المهرجان وأنا واثق. آمين آمين يا رب. إيه أستاذ، والضيوف إمتى رح يوصلوا؟ بعد بكرة، ما عدا المخرج البولوني لأنه بده يوصل بكرة. بكرة؟ وليش لحتى يلبكنا من بكرة؟ يبدو ما لقى حجز طيران يناسبنا.
يا اخي انا اصلا كنت ضد انه يندعى هالمخرج للمهرجان. وليش بقى؟ يا اخي ما حدا سمع عم باسمه ولحد هلا ما عمل ولا فيلم بفش القلب. يعني مين بدك تجيب لك انت الثاني؟ جيمس كاميرون مخرج التايتانيك؟ هالمخرج البولوني هاد على قد ايدنا، بعدين الاصدقاء البولونيين بعمرهم ما قصروا معنا. بالفعل كلام الاستاذ مصون صحيح، لانه ما في دوره لمهرجان الا وبعثوا لنا دعوه او دعوتين. كثير صاحبين واجب هالجماعه. هالبروتوكولات ما اختلفنا عليها، بس لازم يكون في وجوه معروفه بين الضيوف لحتى الجمهور يتحمس للمهرجان. من ناحيه الوجوه المعروفه لا تاكل هم، عماد سرحان لحاله بكفي ووفي. لك ما شفت السنه الماضيه كيف كان يعمل ازمه مرور كل ما طلع من الاوتيل ويمشي بالطريق؟ اسيدي ما اختلفنا انه نجم، بس يعني طلع من مناخيرنا. هاي رابع مره بندعي للمهرجان، شو ما في بالدنيا غيره؟ في غيره كثير، وبيجوز يكونوا احسن منه، بس نحن عم ندعي له بالذات كنوع من التكريم. اسيدي ببلده ما كرموه حتى نكرمه نحن. لك اشتهيت على ربي شي مره اشوفهم عم يعلقوا على صدره شي شقفه هيك وسام، او حتى عم يعطوه شهاده تقدير. ما في شي من هاد بنوب. ما في غيرنا اللي منطبل له منزبر له، منترك نجومنا الكبار ومنلحق الصغار. ليش ما بعرف. بعدين تعال اقول لك، يعني عماد سرحان نجم فولجير، نجم تيرسو، يعني مخرج الواحد يكرمه تكريم راقي فني. انا ما عم بحكي عن التكريم الفني، انا قصدت انه عم ندعي تكريما لمواقفه السياسيه ومبادئه الوطنيه. ايه شو عاملين نحن، مهرجان سينمائي ولا مهرجان خطابي؟ ما في فرق، ما في فرق كبير استاذ نمر. المهم هلا شو بقي بجدول الاعمال؟ لسه ما ناقشنا الندوات الموازيه للعروض. ايه خلاص ما بدنا نقاش، مثل كل سنه هاي الجداول موجوده. خلوني هلا اقرا عليكم الكلمه اللي بدي القيها بحفل الافتتاح من شان تعطوني ملاحظاتكم. تفضل استاذ. الو نعم. اهلين كوثر. الحمد لله، انت شو اخبارك؟ انا خليها لله، مطهوشين بهالمهرجان. ايه الافتتاح الخميس الجاي. انتو مين بدك تروحي؟ انتو بيت حماكي. لا ولو بدبر لك، بكفوا 5 بطاقات؟ ما بكفوا، بدك 10. طيب ماشي الحال، مري لعندي اليوم المساء وان شاء الله بدبر لك. اوكي يلا باي باي، مع السلامة. يعطيك العافية. أهلين الله يعافيك. أنا صحفي ومكلف بتغطية المهرجان، مشان هيك بدي بطاقات لأقدر أغطيه منيح. معك كتاب رسمي؟ طبعا. كتاب من رئيس التحرير. شو هذا؟ هذا كتاب من مجلة أخي المزارع. صحيح، هي المجلة اللي أنا بشتغل فيها. طيب شو دخل مجلة أخي المزارع بالثقافة والسينما؟ ليش مو من حق الأخوة المزارعين يتثقفوا سينمائيا؟ من حقهم ما اختلفنا، بس هي مجلة متخصصة بالمزارعين والزراعة، يعني بصريح العبارة يا ريت تتركوا الثقافة والسينما لأهل الاختصاص. معلش يا أنسي إذا بتريدي، نحن اللي بنقدر هالشي، وهي الكتاب الرسمي صار بإيدك، إذا ممكن مشي حسب الأصول، وسعرنا بسعر باقي المجلات والجرائد. طيب أوكي، أنا رح حول الكتاب للأستاذ مصون وبكرة بتاخد جواب. يعني ممكن ناخد بطاقات بكرة؟ قول إن شاء الله. عفوا دخيل عينك، يا ريت تحسبي حسابي بشي 4-5 بطاقات، لانه ناوي اخذ المره والاولاد على المهرجان. ان شاء الله خير. بالاذن. تفضل. بدها ياخذ المره والاولاد، ايش ورايحين سيران على الغوطه انتو؟ ها نحن نلتقي من جديد، وها هو مهرجان سينما التحرر يفتح ذراعيه من جديد ليحتضن تجارب سينمائيي العالم الآخر، سينمائيي العالم الثالث، ولنردد معا شعار مهرجاننا لهذا العام: سينما من أجل التحرر والتطور والتبلور والتنور والتمحور والتفكر. طلبات الصحفيين صاروا جاهزين استاذ. اوف اوف اوف، كل هدول طلبات صحفيين؟ 125 طلب. ليش كم جريدة ومجلة فنية عندنا بالبلد حتى يبعثوا لنا 125 طلب؟
استاذ، هاي الطلبات مو بس من الجرائد الفنية، هاي القائمة عندك. اوف 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 العمى، شو هاد؟ مجلة أخي المزارع، جريدة صديقي العامل، جريدة النقل والمواصلات، دورية المهندس العربي، فصلية التراث الإسلامي، شهرية علوم الفضاء، وهدول كله شو دخلهم بالسينما؟ أما غريبة، لو حتى مجلات الأطفال ما وفرونا. والمشكلة يا أستاذ إنه كل هدول بيحضروا المهرجان وما بيكتبوا شي عنه. إيه طبعا ما رح يكتبوا شي، لأنه بالأساس هالشغلة مو شغلتهم. شو ناويين تعملوا أستاذ؟ تركي لي هالطلبات عندي لأدرسها على مهلي. وزعتوا بطاقات الفنانين؟ طبعا طبعا، بعتنا 150 بطاقة لنقابة الفنانين وقال هن بيوزعوهم بمعرفتهم. بكره بتلاقي نص الفنانين بلا بطاقات، وما بتشوفي الا كومبارس مأنزعين باول صف، والفنانين الحقيقيين بتلاقيهم قاعدين برا. بتعرفي يا انسه، انا عندي المهرجان كلكم وحفل الافتتاح وخطابكم. والله لو سمحتي عادي عادي لسمعك الخطاب عادي. سينما التحرر لهذا العام، ومن العروض الهامة لهذا المهرجان الفيلم العربي المنتظر نافذة على الشباك، وهو من بطولة النجم العربي الكبير عماد سرحان الذي اقتنصنا منه هذا اللقاء السريع. صباح الخير أستاذ عماد. أهلا وسهلا يا فندم، إزاي حضرتك؟ تمام والحمد لله. اسمحي لي يا فندم في البداية أغتنم الفرصة ديت علشان أوجه تحياتي لجميع إخواني وخلاني من الجمهور الحبيب، شايفة حضرتك، في مختلف أرجاء الوطن العربي من المحيط الخليجي على امتداد أطرافه حقيقي يعني. أستاذ عماد، يا ريت تحكي لنا شوي عن فيلمك العربي الجديد. هو في الحقيقة زي ما حضرتك عارفة، نفزة على الشباك، نفزة عارفة يا فندم، نفزة على عوالمنا الداخلية، نفزة على أحاسيسنا الملتهبة، نفزة على سيمياء الوجع والقهر والحرمان، نفزة على آمال وأحلام الجماهير العربية في جميع أطرافها. طيب أستاذ عماد، يا هل ترى شو هو شعورك لما بتجي لهون وبتلاقي هالاستقبال كتير حلو من الناس لإلك؟ ينهر زي بعض حضرتك، وده سؤال يتسأل يا فندم. هو شعور يعني ما يتوصفش، ما أقدرش أعبر عنه. أنا دائما بشعر لما باجي هنا إني جاي لبلدي التاني، وما بشعرش بالغربة خالص خالص. ليه؟ عشان ايه؟ ما اعرفش. اسأل نفسي الاقيها ما تعرفش حاجة. ومن الجائز، فهم حضرتك، من الجائز بشكل اكيد لا يقبل الشك اني قاعد هنا بين اهلي وخلاني وحبايبي. بعدين زي ما بقول حضرتك، الشعب هنا مضياف قوي، كريم قوي، والجمهور السينمائي جمهور مثقف وواعي وزواق. على أيها حال، أنا متأسف حضرتك، يعني مضطر ومجبر على الاعتذار. نفسي قوي إني أحضر ندوة عن السيما العربية وواقع التجزئة. باي. طيب شكرا كثير أستاذ عماد، وآسفين لأنه أخذنا من وقتك الاسمين. ويسرنا أعزائي المشاهدين أن نلتقي مع الناطق للمهرجان. صباح الخير أستاذ مسلم. أهلا، صباح النور. ترى ما هو جديد مهرجان سينما التحرر لهذا العام؟ هو الحقيقة، إلى جانب مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة والمتوسطة، هنالك أسبوع لأفلام المخرج الهنغاري بولوتوف ياباوف. هذا المخرج الطليعي والتقدمي. طبعا في عنا كمان مسابقات لأفلام الحرب الباردة، ومظاهرة، قصدي تظاهرة، لأفلام قضايا العالم الآخر، قصدي يعني العالم الثالث. طيب أستاذ مسوم، ماذا عن الندوات؟ هو الحقيقة من أهم الندوات الموازية لأفلام أو لعروض الأفلام، في عندنا منها ندوة عن السينما العربية وواقع التجزئة، عندنا ندوة عن السينما في تشيلي، عندنا ندوة عن الموجة الجديدة في الكاميرون. طيب أستاذ مصون، يا ترى شو هي أخبار الأفلام المحلية في هذا المهرجان؟ هو الحقيقة يعني كان المفروض نشارك بفيلمين روائيين، لكن للأسف أحد الأفلام ما لحق معنا، مع أنه بدينا بإنتاجه من سنتين، لذلك اختصرت مشاركتنا على فيلم روائي واحد. نتمنى ينال إعجاب الجمهور إن شاء الله يا رب. شكرا كثير أستاذ مصون. شكرا لك.
شكرا كثير اعزائي المشاهدين. اعزائي المشاهدين بونسوار، مثل ما خبرتكم قبل شوي اني مخبيت لكم مفاجاه كثير كثير حلوه، وهي عباره عن دردشه لطيفه كثير مع الفنان العربي الكبير عماد سرحان. استاذ عماد، شو بتخبرنا عن فيلمك الجديد نبدي على الشباك وامتين رح ينعرض عندنا بلبنان؟ هي ساقة بيت اني انشغلت شوي عن جمهوري الحبيب بلبنان، وانا ما بخفيكي ابدا اني بعتبر لبنان بلد التاني. يي 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 على شعب لبنان وهوا لبنان وارز لبنان، لك يا عمي هي لبنان جنة الدنيا. ميرسي كثير لك. وبالنسبة للفيلم، هو مش فيلم بالمعنى الدارج، هيدا رسم سينغرافي للواقع، للواقع العربي، ومثل ما بتعرفي انسي ليليان، الواقع العربي واقع مرير، كثير مرير، مش مفهوم ابدا. معك حق استاذ عماد. طيب شو بتخبرنا على السينما اللبنانية؟ شلون بدي اقول لك؟ السينما اللبنانية سينما عريقة وضاربة بالكده، وأنا أمنيتي إني أظهر هيكي بفيلم من إنتاج مشترك بيننا وبين لبنان. إن شاء الله بيتحقق هالشي عن قريب، وميرسي كتير لألك. ميرسي لألكون وميرسي لالله يلي حقق لي هالفرصة تألتقي مع جمهوري الحبيب بلبنان. ميرسي. دبرت شي لقاء مع عماد سرحان؟ لا والله ما قدرت دبر، عم يقولوا معجوق كثير، عم يعمل 3 لقاءات بالساعة. وأنا كمان ما قدرت دبر، بس في جماعة وعدوني يدبروا لي معه موعد بكره الساعة 12، شو رأيك تروح معي؟ طبعا بروح معك، معقولة عماد سرحان يجي لهون وما نقدر ناخذ منه لقاء؟ لك مطلوب مني لقاء ل3 جرايد؟ وأنا مطلوب مني ل5. شو رأيك نتسلى بكم لقاء مع فنانينا المحليين؟ لك اتركنا هلا مع فنانينا المحليين، هدول تحت فينا، ايمتى ما بدنا نقدر نعمل معهم لقاء. المهم هلا نركز على الضيوف. قولتك، الضيوف ابدا، بس المشكلة ما حدا فاضي. لك شو رأيك؟ أنا أعمل معك لقاء وأنت تعمل معي لقاء. إي والله جبتها، فكرة حلوة. امشي نقعد هنيك ونقابل بعضنا، تفضل. أستاذ عماد سرحان، حبذا لو نسمع رأيك في السينما التونسية والنظارة التونسية بشكل خاص. في الحقيقة أنا أعتبر أن تونس الخضراء هي بلدي الثاني، ودائما أقول أن جمهور النظارة في تونس ذواق ويعشق السينما الملتزمة بقضايا الإنسان المعاصر، والسينما في تونس قطعة خطوات باهية في السنوات الأخيرة. أستاذ عماد، طالما أنك من عشاق السينما التونسية فلماذا لا تشارك في فيلم تونسي؟ في الحقيقة أنا أنتظر هذه الفرصة لأشارك الأعزاء في تونس في فيلم من إنتاج مشترك. يعيشك أستاذي. يعيشك، يعيشك يا أخوي. الله، ودي عايزة كلام يا فندم. دي مصري، عارف عرضتك؟ دي مصري أم الدنيا بقى والفنانين حقيقي يعني. وأنا لما بكون في مصر ما بشعرش بأي غربة خالص. في الحقيقة يا فندم دي شهادة بنعتز بيها قوي. بعدين أنت لما تقولي سيمة هتقولي مصري على طول. فاهمة يا أختي؟ ولما تقولي مصر هتقولي سيمة على طول. ملاحظة معايا؟ تلازم؟ ده تلازم بقى. طبعا يا فندم. طب انت حضرتك عاوز تقول ايه من خلال فيلم نافذة على الشباك؟ الفيلم ده، فاهمة حضرتك؟ الفيلم ده بصيص من الضوء على حزمة من الظلام الدامس. اعادة اكتشاف للواقع العربي بتاعنا، يعني زي ما تقولي حضرتك ترجمة ديموغرافية اركيوجولوجية لمعاناة الانسان العربي. وانا بتمنى مخلصا بقى من كل قلبي انه يعجب لجنة التحكيم وحضرات الجمهور والنقاد. طب ربنا يوفقك يا فندم. ميرسي قوي. اهلا بيك. السلام عليكم. وانا واخد معايا ديلي. في الحقيقة اكتب عندك، اكتب عم تكتب.
في الحقيقة أنت لما بتسألني إيش رأيك في السينما الأردنية كأنك عم تسألني عن السينما تبعتنا، فاهم كيف؟ زي ما قلت لك. ليش؟ لأنه نحن والأردن بلد واحد، ما بنقدرش نفرق بيناتهم أبدا. اكتب عندك، اكتب زي ما قلت لك يعني. وهلأ أنا بعد المهرجان نازل على عمان طوالي، راح أقعد لي أكمل يوم وأرجع لهوني، فاهم كيف؟ اكتب عندك. بعدين أنا بعتبر إنه الأردن بلد التاني والشعب الأردني زي هلي تمام، فولي وانكسمت، فاهم كيف؟ اكتب عندك، اكتب زي الخوات. واكتب عندك كمان إني رح أعمل أكمل فيلم، هيك أكمل فيلم مع أشقائي في الأردن، عبود الرحاحلة ومسعود البطاينة ونواف الهبابة وعثمان الشواقفة. اكتب عندك، اكتب، فاهم كيف؟ زي ما قلت لك يعني، هدول كلهم أشقائي وأنا وياهم زي الخوات تمام، فولي وانكسمت، فاهم كيف؟ اكتب عندك زي ما قلت لك. شغلين هالريكوردر طال عمرك. أنا بعتبر أي بلد بالخليج هي بلدي الثانية، وأهل الخليج أهلي وأصحابي، وأول ما أوصل لعندهم يغنوا لي كلهم، يغنوا لي يا طيب القلب وينك، حرام تهجر ضنينك، مشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حنينك، أتخيلك في المرايا. إيه شو أخبار حفل الختام؟ توزعت كل البطاقات. خي رح يخلص المهرجان. بتعرفوا إنه بعد المهرجان ناوي نام يومين كاملين وبدون هز. حقك. ليش قليلي هالتعب اللي تعبناه؟ مبروك أستاذ نمر. سمعت إنه اللجنة رح تعطيك الجائزة البرونزية. مبروك إلنا كلنا. الجائزة مو بس إلي. على فكرة توزيع الجوائز ما كان عادل ابدا. صحيح، ولازم نحكي مع اللجنه قبل ما تطلع النتائج. ليش شو ملاحظاتكم عن النتائج؟ يعني كل الافلام اللي شاركت بالمهرجان اخذت جوائز الا الفيلم الكوبي. ليش يعني؟ حلوه يطلع من المولد بلا حمص. بعدين السينما الكوبيه عريقه وطليعيه، ومو حلوه ابدا يجوا الاصدقاء الكوبيين ويشاركوا بالمهرجان وما يحملوا بايدهم شي جائزه وهن راجعين لبلدهم. معكم حق. طيب ليش ما بيعطوهم جائزه لجنه التحكيم؟ راحت للفيلم الإيراني. طيب مندبر لهم جائزة غرفة صناعة السينما. راحت للفيلم المصري. أصبح ما في غير أن نحكي مع جمعية النساء السائرات، بركي بيعطون الجائزة الخاصة فيهن. مو معقول الحكي. الفيلم الكوبي ذكوري بحت، يعني ما له علاقة بالنسوان لا من قريب ولا من بعيد. هو بصراحة أنا ما شفت الفيلم. عن شو بيحكي؟ بيحكي عن واحد نجار كان ماشي بالريف وانتقل للمدينة. خلاص خلاص خلاص، طالما في نجار مندبر لهم جائزة اتحاد الحرف. قالوا نعم. يرضى عليكي، أعطيني اتحاد الحرف. حاضر أستاذ. ألو أستاذ نادر، الأستاذ مصوم ده يحكي معك لحظة. ألو أستاذ مصون، الأستاذ نادر معك على الخط. ألو نعم. أهلين كوثر، كيفك؟ أنا الحمد لله، خليها لله. مطووشين بالمهرجان بتعرفي. قليلي إن شاء الله انبسطتوا بحفل الافتتاح. بسطتوا؟ أي منيح. بدك بطاقات لحفل الختام؟ لا ولو، تكرم عينك. كمان بدك تروحي أنت وبيت حماكي؟ إيه على عيني. اسمعي، بعتيلي حدا من هون لآخر الدوام وأنا بأمن لك يا هون. لك تكرمي. أوكي يلا، باي باي، الله معك. أوف، إيه ما رح أرد. شكرا، شكرا كثير أستاذ نادر. أهلين، الله معك. مش الحال، وافقوا يعطوا الجائزة للفيلم الكوبي. حلو. إيه منيح، هيك ما حدا بيزعل منا. شو يا جماعة؟ ما بدنا نودع إيناس سرحان؟ بده يمشي اليوم ها؟ إيه يلا، تفضلوا. يلا. إيناس، ليش ما بده يحضر حفل الختام؟ قال عنده ارتباطات كثيرة. أنا عم فكر أعرض عليه المشروع يلي حكينا فيه باجتماع السينمائيين العرب. شو رأيكم؟ فكرة ممتازة.
وعماد سرحان انسب واحد لهالمشروع وبيرحب بالفكره كثير. انت ما شفت هالمداخله الجريئه اللي عملها بندوه السلامه العربيه؟ يلا لكان شرفوا شرفوا. الاسم بالخير بقى؟ ريتا. ريتا زي اسم مرتي الاولولانيه. تفضل استاذ عماد. اهلا مدير المهرجان. يا اهلا وسهلا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك فيك. اهلا استاذ عماد. يا اهلا اهلا سكرتيرة مدير المهرجان. ان شاء الله نشوف وشكم بخير بقى ومتشكرين قوي على كل حاجه. بصراحه يا جماعه خجلتمونا خجلتمونا تماما. ولو يا استاذ عماد هذا بلدك الثاني. انت بين اهلك وحبايبك يا استاذ. الله يسلمكم قوي. الله يسلمكم قوي. باهي باهي. صحيح استاذ عماد. ولو انه الوقت غير مناسب بس حابب اعرض عليك فكره مشروع جديد. تفضل تفضل. ويش علاء؟ نحن باجتماع السينمائيين العرب قررنا نعمل فيلم عربي مشترك. حلو قوي. حلو كتير كتير حلو. وهالفيلم هاد خيري، يعني ريعه راح يروح لصالح المعوقين العرب بالوطن العربي. ممتاز كتير. هايل. يعيشك. سيناريو الفيلم جاهز واحتمال كبير يبدأ التنفيذ بعد شهر. وبصراحة بصراحة ما لقينا أنسب منك لبطولة الفيلم. ميرسي قوي على اللفتة الحلوة ديت. بس بردون ما بدر منوب لاني بعد شهري طالع على فرنسا. يعيشك عندي مشهدين مهمين بفيلم فرنسي بلجيكي اسباني مشترك عن تفعيل التطبيع مع اسرائيل. فرصه ثانيه ان شاء الله. فرصه ثانيه. يعيشك. باهي بالاذن. السلام عليكم يا ربع.